يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في الغرب اشترى أرضا وبنى عليها مسجدا بماله الخاص، ثم ولى من يقوم. رجل في الغرب اشترى أرضا وبنى عليها مسجدا بماله الخاص، ثم ولى من يقوم على هذا المسجد، ولكن القائمين عليه انحرفوا وهم الآن يمارسون السحر في هذا المسجد. سؤاله يقول: الرجل يريد أن يبيع الأرض لبناء مسجد جديد يقوم عليه أهل السنة، فهل يجوز له أن يبيعه؟ يطرد هؤلاء، هو الذي ولاهم عليه، فيطردهم منهم ويأتي بآخرين مستقيمين على العقيدة وعلى الدين. المسجد هو الذي عمره وهو الذي أقامهم فيه، فسد يطردهم يبعدهم، ما هم ملك لهم، يطردهم عن مسجده ويجعل فيه مكانهم من هو صالح في عقيدته. نعم. أما البيع يحتاج إلى نظر من جهة القاضي أو من جهة الجهة المسؤولة. نعم.